حتى أصغر الأطفال يتعاملون مع محيطهم بشكل فعال، فعندما تنظر إليهم بإمعان تدرك ما يفكرون به. الرضع إذن ليسوا بحيرة من أمرهم إلى الدرجة التي قد يظنها الوالدان، بل إنهم قادرون على التواصل. إن هذا الأب وطفلته يستطيعان أن يتحادثا معا بشكل جيد، لكل طفل سرعته الخاصة به، فبعد بضعة دقائق يظهر الطفل حاجته إلى الراحة لهضم الانطباعات الجديدة حيث يدير رأسه. Also wir genießen einfach das Beobachten unserer Kinder total. Also das genießen wir auch miteinander. Und das ist für mich das Schönste eigentlich. بطريقة غريزية يمسك الوالدان أطفالهما بالمسافة الصحيحة عن جسمهما وهي 25 سنتيمترا. هذه المسافة هي التي تسمح للرضع بالرؤية بوضوح، وهي أيضا المسافة بين الأم والطفل أثناء عملية الرضاعة. كل الأطفال يهتمون إلى درجة كبيرة بما يحدث حولهم، فاللعب بعلاقة ألعاب الأطفال يسمح لهم باكتشاف محيطهم وجسمهم. Der ganze Körper spricht ja. Wenn etwas gewollt ist, dann sprechen die Arme und die Beine, die fangen dann ordentlich an zu zappeln. Und dann, ja, ich will das jetzt, ja. مثل هذه الألعاب يتمتع بها كلا الجانبين وتزيد من حدة الحواس لدى الرضيع. فعيناه تتابعان خشخشة الكيس بتركيز بالغ. وبنفس التركيز يتابع الأطفال صوت والديهم. الكثير من الكبار يبدأون بالتكلم بصوت أرق مما يفعلونه عادة، وكأنهم يعلمون أن الأطفال يجيدون سماع طبقة الصوت هذه ويفضلونها. أحياناً لا يمكن تجنب إخافة الطفل بصوت مفاجئ، غالباً ما يستطيع المرء مواساة الطفل بسرعة. عندما يحمل الطفل على الذراع اليسرى يشعر بنبض قلب أمه المهدئة له بشكل واضح للغاية. حتى أصغر الأطفال قادرون على التعبير عن شعورهم بالجوع بكل وضوح، حيث يمصون كل ما يستطيعون الوصول إليه، كما أنهم قادرون على إبلاغ أمهم بنفس الوضوح بأنهم قد شبعوا. Das Kind dreht den Kopf weg, wenn es satt ist. Und es, wie soll ich sagen, wir haben immer gesagt, es fällt so ab von der Brust.